أعزائي، هناك العديد من الأساليب والطرق الرائعة التي انتشرت جميعها تهدف إلى ترشيد استخدام المياه وإعطاء الماء للنبات بالوقت والحاجة المطلوبة، خصوصا في المناطق التي يتكرر ريها ويكون هناك صعوبة في ذلك، كري الأشجار المثمرة والحراجي. وكما يمكن استخدام هذه الطرق في ري نباتات الحديقة المنزلية ونباتات الزينة والمناطق التي تفتقر للمياه كالمناطق الصحراوية. لن نستطيع أن نذكر جميع هذه الطرق، لذلك سنكتفي بأخذ بعض الأمثلة. في هذا الفيديو سيتم عرض مجموعة من الطرق الرائعة المستخدمة لري غراس الأشجار المثمرة، جميعها تعمل بنفس المبدأ وهو إيصال الرطوبة والمياه لجذور الغراس الأشجار المثمرة عند الحاجة وبشكل تدريجي، وذلك للتقليل من الفاقد المياه وأيضا التوفير في المياه والتخفيف من معاناة الري المتكرر. يمكن استخدام العديد من الأدوات في هذه الطرق كالأواني البلاستيكية والأنابيب البلاستيكية والأواني الفخارية، وكما يمكن استخدام مواد أخرى مساعدة كالفتائل القطنية، وأيضا وأخيرا يمكن استخدام مواد كيميائية كمادة البوليمير للمحافظة على الرطوبة. في هذا الفيديو نرى يتم تسقيب هذه العبوة البلاستيكية وملئها بالبحث أو الحصى، ومن ثم إيصالها بأنبوب بلاستيكي لملئها بالمياه، ويتم دفنها بالقرب من منطقة انتشار الجذور للغراس الأشجار المثمرة لتعطيها الرطوبة بشكل تدريجي وعلى مدى وفترة زمنية طويلة. في هذه الطرق جميعها يمكن إضافة الأسمدة للمياه المضافة لهذه الأدوات. ظهرت بارقة أمل لمزارعي المكسيك في إنقاذ حقولهم من أقصى موجة جفاف تضرب البلاد منذ أكثر من 70 عاما، بعد نجاح أحد المهندسين المحليين في ابتكار مادة تساعد المزارعين على ري الحقول الجافة. عندما تبدأ النباتات بالنمو تحتاج إلى الماء، وغياب المطر يعني غياب الرطوبة وبالتالي موت النبتة. تقنيتنا توفر الرطوبة للجذور، وبذلك نساعد النبتة على التغلب على الجفاف والنمو. أطلق على المادة الجديدة اسم الأمطار الصلدة، وهي مصنعة من مادة البوليمر الكيميائية المعروفة بقدرتها الكبيرة على امتصاص الرطوبة، وما على المزارع سوى مزج مسحوقها بالماء ومن ثم خلطه بالتربة قبل زرع النبتة.
بعدها تطلق المادة الرطوبة ببطء ما يحفظ الجذور رطبة مدة 40 يوما حتى دون سقوط الأمطار. استفدنا منها بشكل كبير في حقولنا، وإذا ما استخدمت بشكل صحيح ستعطي نتائج طيبة. يجري مزارعو جاليسكو التجارب على مياه الأمطار الصلدة منذ عدة سنوات، ويشددون على أن هذه الطريقة لا تؤثر على توازن المياه أو المحاصيل، ويمكن الاعتماد عليها لست سنوات. مبتكر الأمطار الصلدة باع فكرة مشروعه لكل من بيرو والإكوادور، وهو يأمل في الحصول